فالضرورة إليه بعد ذلك أشد وأعظم. من ذلك هذه الدولة السعودية المباركة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من أعمالها أو من أولويات أعمالها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إن الملك عبد العزيز رحمه الله جعل هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نجد وفي الحجاز، ولا تزال ولله الحمد هذه الهيئة أسسها الملك عبد العزيز رحمه الله عام 72 من الهجرة، ولا تزال ولله الحمد. وكان من قبل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر احتسابا بدون وظائف وبدون شيء، احتسابا لوجه الله، كان يقوم بذلك رجال مخصصون يتولون هذا الأمر ويقومون به. لكن لما أنه تغير الوضع وجاءت التنظيمات والوظائف، الملك عبد العزيز جعل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيبا من هذا، من هذا التنظيم ومن هذه الوظائف، فجعلهم رحمه الله قومون بهذا الواجب. نعم.